أهل الانتفاضة ينظرون إلى الحالة التي حولهم ويعطون فكرة سياسية، أما النظريات السياسية هي التي تخرج عن أهل الاختصاص. وحيث أننا أتباع رسالة سماوية امتازت وإلى كتاب وإلى كلام نبينا لكي نصل إلى الحكم الشرعي وإلى التكليف الشرعي أمام أي مشكلة تطرأ علينا، وهذا يلزمنا إذا كنا أتباع دين سماوي يلزمنا البحث عن النظرية الإسلامية السياسية، وإذا أردنا أن نصل إلى النظرية الإسلامية السياسية لا بد أن نأخذ الفقهاء وخط الفقهاء كقادة لهذه الحرب. فالفقهاء وخط ولايتهم هم الطريق الوحيد الذي يستطيع المؤمن أن يأخذ عنهم الحكم الشرعي والتكليف الشرعي ليعلم ما هي وظيفته. صلى الله عليه وسلم. فظهر علينا في تلك الفترة فضيلة الشيخ النمر بمواقفه التي كان يطرحها عبر خطب الجمعة وبحماسته المعروفة، رفع سقف المطالب الشعبية، وهو كان يعلم بأن مصيره إما القتل وإما السجن، وكان مستعدا لذلك. فالظالم مستحيل أن يترك صوت الحق والعدل يعلو في بلاده، هو كان يعلم وكان مستعدا لذلك. واعتدوا على فضيلة الشيخ النمر بهذه الطريقة الوحشية التي تعكس تخبط وخوف النظام السعودي. يعني ما الحاجة إلى هذا الهجوم على الشيخ النمر بهذه الطريقة الوحشية؟ يعني رصاص، ضرب، تصوير بالفيديو وهم يلحقونه، ثم إطلاق العبارات الطائفية، أسود السنة، ألقت القبض على الرافد، كذا كذا، النمر. شو أسود السنة حبيبي؟ يعني كان هربان الشيخ النمر، يعني حتى ألقيت القبض عليه، كان مختبئا كأخياركم حتى ألقيتم القبض عليه، كان مسلحا فتغلبتم عليه بالسلاح حتى تقول لي أرباط الأسود وكذا، والله أنتم أحقر من الفئرة. يعني كان في وسط النهار في سيارته دون حراسة دون أحد وهو مستعد لذلك. فتحولون المسألة إلى نفير. نحن لا نريد من ثورة القطيف والبحرين أن تكون كغيرها من الثورات العربية، فنحن تماما كما نقف ضد آل سعود وآل خليفة، فإنا نقف من باب هولى ضد الاستكبار العالم الذي نصب آل سعود ونصب آل خليفة. فلا نريد أن نصبح كالإخوان المسلمين الذين ثاروا على حكوماتهم ووضعوا في حكم الاستكبار العالم، لأننا ننظر إلى أي إنسان مهما كان الذي يتعامل مع الاستكبار العالم وأحقر من آل سعود وأحقر من آل خليفة. صلى الله عليه وسلم. وأيضا لا نريد أن تتحول ثورة القطيف إلى ورقة سياسية تستخدم لحل ملفات إقليمية، فلا بد للشباب المؤمن من الالتفات إلى ذلك، والطريق الوحيد كما قلنا هو الالتزام بخط الفقهاء.
أما واجبنا اتجاه أهل القضية هو البحر في عدة أولا العمل على الناحية الإعلامية، ولدينا ولله الحمد الحرية النسبية الموجودة في هذه البلاد، ويمكن من خلالها العمل على الناحية الإعلامية. ممكن أنت لا تدرك أهمية العمل الإعلامي، ولكن الإعلام قادر على قلب الموازين أحيانا. هذا من ناحية. الناحية الثانية العمل على الجانب السياسي، أن ندخل في هذه البلاد من خلال المؤسسات الحكومية لإدانة آل ثعلب. ثم ثالثا وهو المهم برأيي هو العمل على الجانب المادي. فإذا أردنا استمرار هذه الثورات وهذه المظاهرات فلا بد لنا أن نعمل على تيسير الجانب المادي، ليس فقط في الخطب والكلمات. شهر رمضان قادم إن شاء الله، وهو شهر الرحمة وشهر الغفران، وكما وعدنا الإخوة في لجنة البحرين بأنهم سوف يحضرون إلى إفطار خيري أو إفطار لجمع التبرعات لأهل البحرين وأهل القطيف، وهذا أمر لا بد من التركيز عليه في هذا الشهر المبارك للعمل على استمرار هذه الثورات. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وإذا ما أشرته بوجه أعداء أهل البيت وشيعتهم فهذا ليس من باب التفضل، وإنما هو الواجب المفروض على هذا السلاح. قالوا هويتك والنسب وبلاية تزييف، أنا جنسيتي علي وشيعة الأنساب، وين كل شيعي وجد عندي ضد عندي مضيف، أنا بحران قلب وقت التضيج من أشوف أن أهلي مر عليها ضيف، أنا بن دجلة وبن ذاك الفرات وأنا غصبا عن ملك ابن القطيع.